كل البلدان. لاحظنا اليوم تجمع أكبر من الأسابيع الفارطة، وهذا ما يؤكد الرفض التام للمقترحات الحكومية الحالية اللي هي عبارة على بريكولاج. تحية الجزائر ولا للعهدة 4.5. كرهنا احنا نقراو وشهاداتنا نجيبوهم ونحطوهم في الدار. علاش ولادهم هما يلحقوا يقراو برا ويسكنوا برا، وحنا نقعدوا هنا في الجزائر نتمرمدوا؟ احنا ما نسقوهمش كامل كامل، هذا النظام هذا تسبوا في المشاكل تاع لي جارجيريان كامل، ما سحقوهمش يرحلوا كامل، وهذا ام اذن ربي سبحانه كون فيكون، ان شاء الله كاع يروحوا.